تتواصل الجهود لإزالة تداعيات أزمة التسرب النفطي في خليج المكسيك. ففي ولاية ألاباما الأمريكية استعان المقاولون بأكثر من 100 شخص إضافيين للعمل إلى جانب مئات العمال من أجل تطهير المواقع المضرة في الولاية. ولكبر حجم العمل تم بناء محطة تنظيف ثانية إلى جانب المحطة الأولى في محاولة للتغلب على حجم التلوث النفطي الكبير الذي حل بالمنطقة. أحد العمال ويدعى دورون يقول: إن المنطقة بحاجة إلى تنظيف سريع، وسنبذل كل ما في وسعنا حتى تعود الحياة إلى هنا مرة أخرى، وحتى نرى الطحالب وأعشاب البحر وغيرها تنمو من جديد. ويجري العمل على طول سواحل ألاباما على قدم وساق، فضلاً عن القيام بتطهير الكثير من السفن والمعدات، حيث من المتوقع أن تتم إزالة آثار النفط تماماً قبل منتصف أيلول سبتمبر القادم. وتطالب ألاباما بتعويضات خصوصاً عن تخريب الثروة الطبيعية والخسائر الاقتصادية التي نجمت عن ذلك والفائت في الربح الضريبي.